أخبار اليوم. كل سنة طيب. كنت ساعة سلام الثاني. محمد عبد الرسول محمد. تعال معي تعال معي. تعال في المدام. حضرتك نازل رايح فين دلوقتي؟ رايح التحرير. جاي منين؟ أنا جاي من فيصل من الهرم. طول الطريق بقى في المعبيد الشمالي مجموعة تجمعات. لا مفيش حاجة خالص. لا لا لا. لا هم كانوا بيهددوا بالنزول لكن هم كذابين أساسا. لكن ما فيش أي حد. لا مفيش حد منهم أساسا. وراح بدش الاحتفالات بتاعت عيد الشرطة. عيد الشرطة أولا. كل سنة هم طيبين. كل سنة هم طيبين وكل سنة هم طيبين. يعني الناس اساسا هم اللي شايلين البلد هم اللي شايلين البلد لو ما شالوش البلد ديت كانت البلد دي خربت لغايه دلوقتي. نعم حسيت بالامان النهارده؟ لا الامان احنا حاسين بيه من ثلاث اربع سنين. احنا حاسين بالامان من ثلاث سنين واحنا حاسين بيه مش من دلوقتي. كنت ساعة سلامة ستة الف شكر.